ديالي والزيونات ديالي كي دايرين؟ كصبحتو بخير؟ كي دايرين مع رمضان؟ تعرفوا اليوم واش جيت ندير؟ وصلت البنيه وجيت نشوف هنايا عندي الزيتون، عندي واحد 9 قطارات ونص. العام اللي فات كنت سمحت فيه، كان رخيص الثمن، وهاد العام جيت نشوفه. غادي نوري لكم هاد العام راه خرج غير هو. ها هاد العام فجر عامر. ها تبارك الله خرج الخير. وغادي نشوف الثمن واش راه غالي هاد العام، ونقلعو راه عامر بالربيع وكلش. هنا عندي 9 قطارات ونص، بصح الا باع لي واحد الجار هنايا، لان هاد الارض فلاحيه. بصح من تكون فلاحيه خص تكون عندك 10 ديال القطارات باش يعطوك التسريح، وندير فيها دار ونبيعها باغلى ثمن. هذا زرعته انا الراسي وكلش، وهاد الارض شريتها ب 30 مليون رخيصه، لان الارض فلاحيه هنا رخيصه. راهو سبنيول يبيعوا ولادهم ما بغاوش يخدموا جايحين، وغير اللي ما بغاش يشري الارض فلاحيه رخيصه، اللي عنده الفلوس في البنكة يتبع ميل انونسيو ويدخل. السلام عليكم، هاني جيت من جديد. اليوم جيت نشوف الزيتون عندي هنايا. اوف وشحال الربيع، شوفوا الربيع اللي خرج. خصني نحشو، شوفوا ها الزيتون، ها الزيتون زوين، تكل عليه 7 ديال الورقات والله. السكر والله ها 6 ولا 7، وتفيدوهم زوينين، للسكر، الحساسية، لكل حاجة. البخور تاني كاين، شوفوا راه كبير الزيتون، بالك بصح راه عامر الربيع. غادي نوري لكم لا قدرت نفوت. راه عامر بالربيع، خاصني نصلحو. من هنا كاين الناس اللي يبغيو الفلاحة. اوف راه عامر بالربيع، كاين شي بلايص ما فيهمش. ها هاد العام سمحت فيه، كاين اللي فيه كاين اللي ما فيهش. هادي هنا عندي 9 ديال القطارات ونص، هادو شريته رخاص. بصح الا كمرت 10 ديال القطارات، لان هاد الارض فلاحيه، الا كملت 10 ديال القطارات يعطيوني التسريح، نقدر ندير دار ونبيعها، نبيعها بثمن. ولكن خاصها تكون 10 ديال القطارات، الا كانت له ارض فلاحيه. مع ديما نقيه كلش، وهاد العام، العام اللي فات كنت سمحت فيه. راه فيه الزيتون هاد العام على الجد، كاين اللي فيها وكاين اللي ما فيهاش. هاد الجهه راه ما فيهاش الربيع بزاف. هذا غرسته صغير، هاد الشجر شريته غير صغار الشجرات، ولكن انا كنت نجيرو، كنت كنجيرو من لهنايا. هو قاعد باقي الجير، لان باش ما طلعش فيه الحشرات وما طلعش فيه كسميته، وهذا يكون ديما جديد، يكون قوي. كنت كنجيرو بالجير، لا كالمويرتا هنا يقولوا لها في سبنيول، بالجير هنايا. وكنت ندير شويه ديال الصوف ديال الغلم هنايا، لان الصوف ديال الغلم كيديروها هنايا زوينه، تاني كل الحشرات وكلش، والشجر يطلع مزيان. بصح العام اللي فات سمحت فيه، هاك تشوفوا الربيع وكلش، هاك راه عامر هذا العام، كاين اللي فيه وكاين اللي ما فيهش. بصح العام اللي فات كان رخيص، مع هذا الفيروس وكلشي راه رخيص الثمن. وهنايا لا في الليم ولا في كلش، كاين الناس اللي عندهم الفلوس يقدروا يشريو اراضي، اراضي فلاحيه رخيصه هنايا في مورفيا. اراضي هنا رخيصه غير اللي ما بغاش يشري. هادي انا كامله 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 شريتها ب 30 مليون، شريتها هذا 5 سنين ولا 6. ها هي راني داير لها، بصح كانت فيها الليمون، وانا قلعت الليمون كلش، لان الزيتون راني داير لها الشباك وكلش. ها
غنوري لكم اللي هنايا. كانت فيها الفواكه تانيكين، تفاح، مشماس، وكلشي كلشي قلعته، خليت غير وحده ديال التشين. غادي نوري لكم اوف، راني عمرت يلاه وصلت البنيه للمدرسه ومع الربيع وفيه كلشي، راني عمرت بالغيث والربيع تانيك راه يلصق لي في السروال. ها شوف، شفتوا الزيتون؟ ها راه عامر عامر، كاين اللي فيه وكاين اللي ما فيهش، ولكن خصني اللي قدام الباب فين دخلت خصني نصلحها. بصح هذا رقيق، معليش ما فيه مشكل. هو كعامر هنا، وانا راني نتسنى غير واحد الجار ديالي الى باع لي النص اللي باقي لي باش نكمل 10 ديال القطارات، لان تكمل 10 ديال القطارات هنايا يعطيو لي التسريح. ها وقعت داك التفاح اللي قلعتوه، هيا كنت خليت وحده ديال التشين، غير وحده اللي خليتها لان كان عامر غرس. لان انا علاش قلعت كاع كلشي؟ لان الزيتون ما فيهش تمره بزاف وما فيهش تعب بزاف، كتنقصو مرة في العام وكتقلعو مرة في العام. أما الليمون الحامض والبرتقال فيه مشاكل بزاف، خصك الدواء، خصك هذا وكلش. هيك عندي كرمال، هيها نوريها لكم. ورك واحد الجهه ديال المدن قريب للمدينه كلش، ولكن في ارض فلاحيه. هي كاينه كرمه هنايا، الكرموف هذا الورق ديالها صالح تقلعو غير وحده التين، سته ولا اربعه ولا ثلاثه، وطيبوه زينين للسكر في واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، وزينين للسكر، ضغط الدم، بزاف ديال الحوايج. او داير لك كلشي الشباك. هاد الساقيه من كنسقيو بالصحراء عامر بالربيع، هاد الساقيه من كنسقيو، هو ما كيبغيش الماء ديال بزاف، وانا كنت نسقيه 2 مرات في العام. هي كانت فيها الرمان وقلعته، صح هو راه ينبت. الرمان ها راه عامر بالربيع. ها غادي نوريكم الجهة الأخرى، غادي نقطع وقت نكمل هنا. ها الشجره ديال التفاح، هذه كتولد التفاح زوين كبير. هاي الساقيه اللي كنسقيو بها، هذه ثاني التفاح، هذه الكاكي، وهذاك اللي هي المشماس. بصح مع ما منقشت بهدلت بكسوه ديالي، كلشي عمرت به. وداير بين الشجره والشجره 600 خليتها، لان هو كيكبر كيتلاقى مع بعضه،
لان خصكم تخليو المسافه. هذا المشماش زوين، كل مره كنجي نقلعو انا والبنيه ملي كيوجد عندي تانا كيف الدار وحده. شتو المسافه؟ لان خصكم تخليو المسافه باش تفوت الطوموبيل ولا التراكتور بني حرت ولا كلش. شوف هذا راه كلشي فيه. هذا هو الزيتون ديالي بغيت نشارك معكم، ولكن راه الغابة. السلام عليكم وكنموت عليكم. نوري لكم هذا ديال النبق. ها ها الورق ديال السدر. ها ها هو نبت هنا بوحده. ها هوك كاين اللي ما تعرفوش. ها ها السجر ديالي. هذا هو ديال النبق. ها